اليوم وبفضل التطور التكنولوجي هل تصبح اللوحات الفنية على شكل باركود أو الأصح QR كود؟ الفن لم يعد يكتفي باللوحات الزيتية أو الأكواريل، بل في عصر الديجيتال تخطى كل هذه المفاهيم لتصبح اللوحة عبارة عن مربعات بالأبيض والأسود نشعر عند رؤيتها للمرة الأولى بالضياع، ولكن سرعان ما تأتي جيسيكا لتساعدنا من خلال الآيباد على فهم الموضوع. ثلاث لوحات عبارة عن QR كود، أوكي، لوحات مشفرة، ومن خلال آيباد أو آيفون أو حيلا سيلفون إذا منزل عليه بروجرام الإنيجما فيك تقري كل الرموز. عندك هون المعلومة، فيك تكبسي على حيلا معلومة تطلع لك، أوكي، وفيك تقريها. باختصار، هذا الفن يعمل من خلال الآيباد، وبمجرد أن يقرأ هذا الأخير لوحة المربعات بالأبيض والأسود حتى تتفكك أمامنا الألغاز وتظهر أمامنا المعلومات التي تتجدد في كل لحظة. شيلا هيبرو البرازيلية الأصل هي صاحبة هذه الفكرة الفنية المتطورة التي أطلقت عليها اسم عيونكن حلوين، وقد استوحتها من فكرة مسح العين الموجود في بعض المطارات حيث تقتحم الآلة العين الحساسة دون استئذان. في اللوحة الثالثة تفاعل بين الفن واللحظة الآنية، بين العين البشرية والعين الرقمية المجهولة الهوية دون قيد أو شرط، فيربطنا هذا بالحدث السياسي مباشرة من خلال التعليقات على موقع تويتر التي تتناول كلها موضوع الثورات العربية. رح تاخدك على جوجل ماب، اوكي، بتشوفي هلا بهاللحظة كم شخص قاعد على تويتر عم بيحكي عن الثورة العربية. كل عين زرقاء بتدل على كم شخص بتشوفي بأي ناحية من العالم، يعني بأي بلد قاعد، وبتشوفي شو عم بيحكي. مادة فنية فيها من الخفة بقدر ما فيها من المسؤولية والخطورة، فالعالم الذي نغوص فيه من خلال هذا الفن يجعل منا بضاعة تغذي هذا المارد الرقمي، فيستهلك دماغنا ويمارس علينا سلطته الرقمية. بعد أن كنا نشاهد هكذا أعمال فقط في أفلام الخيال أو الساينس فيكشن، اليوم أصبحت حقيقة نعيشها، فما كنا نحسبه خيالا يمكن أن يتحقق في أي لحظة. بانتظار ماذا يخبئ لنا المستقبل، دارين شاهين، قناة